الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كيسرني نلتقي بكم في حلقة جديدة واللي غادي نستحضروا فيها شخصية فنية أعطت الكثير، لأبو الفنون الأستاذ المرحوم السيد سلام الشريبي. هو من مواليد مدينة مراكش سنة 1936، وكيتعتبر السيد سلام الشريبي رحمه الله من أعمدة المسرح المغربي، حيث حقق حضور متميز من خلال أعمال مسرحية نالت شهرة على الصعيد الوطني. بدا حياته الفنية في المسرح كممثل وكاتب مسرحي في عام 1960 مع فرقة الوفاق المراكشية، ومن بعد التحق بفرقة المعمورة. بعد هذا أسس رفقة أسماء كبيرة بحال المرحومين محمد بلقاس وعبد الجبار الوزير وكبور الرقيق وآخرون فرقة الوفاء المراكشية. طبع سجل المسرحي بعدة أعمال رائعة، من بينها سيتي قطور العالمي والحراز، مكسور الجناح، بنت الخراز، طامو والذهب، غرس ويقلعك، باقشيش، إنسان في الميزان، حمال المهزالة، لبس قدك يواتيك، أنا وأختي، اللي ما عرفك خسرك، إلى غير ذلك من الأعمال الناجحة. وتعاون مع عدة فنانين مغاربة كبار بحال الطيب الصديقي، نعيم المشرقي، مصطفى الخياط، مصطفى التسبكين، وشرف على العديد من السهرات اللي كانت كتهم الفنان الكبير عبد الهادي بالخياط ونعيمة سامح وغيرهم، إلى غير ذلك من الأنشطة الفنية اللي كان كيقوم بها السيد سلام رحمه الله. توفى في 23 أبريل 2006 على إثر حادث مروري بالقرب من مدينة العرائش. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا كريم. احبائي، حتى لهنا غادي نودعكم حتى نتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. كالعاده ما تنساوش الانضمام للقناه ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. محبتي وتقديري للجميع.